وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة بين فضيلة الشيخ كمال الدسوقي الواعظ بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بين أهمية مناسبة المولد النبوي الشريف المبارك. يقول النبي عليه أفضل الصلاة والسلام في تلخيص الرسالة الجامعة المانعة التي أرسله الله بها، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ويقول عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا، وخيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. يعلمنا الصادق الأمين عليه أفضل الصلاة والسلام حسن التعامل فيما بيننا، فلقد جاء في بيئة صحراوية كما نعلم جميعا، في عهد ظلام دامس، الناس يقتل بعضهم بعضا ويأخذ بعضهم أموال الآخر، يعبدون أحجار صنعوها بأيديهم. فبهذه الدعوة الحقة والسماحة والرحمة ألف بين قلوبهم جميعا وأسس الدولة الإيمانية الجامعة. النبي عليه أفضل الصلاة والسلام أسس المدينة الفاضلة الدولة الإسلامية على الإيمان، على التقوى، على المحبة، على الأخوة، على الإيثار. المؤمن يؤثر أخاه المسلم بأدبه وأخلاقه. أسس النبي الدولة الإسلامية وعلمنا في ذكراها التي نحتفل بها والعالم يحتفل بها جميعا، وننتهز هذه الفرصة وننصر التهاني والتبركات للأمة الإسلامية في هذا اليوم العظيم المبارك. يعلمنا من المبادئ: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. دعوة إيمانية. إن كنت مؤمن حقيقي وتدعي أنك مؤمن حقيقي، يجب عليك أن يكتمل إيمانك عندما تحب لأخيك المسلم ما تحبه لنفسك. يبين عليه الصلاة والسلام أمرا عظيما سهلا به يتعايش الناس فيما بينهم في هذا الحب الصريح الذي يحبه الله ورسوله والذي يجب علينا أن نقوم عليه، فنتبع النبي في ذكراه وذكرى مولده، ليس في يوم واحد ولكن في أيام عمرنا كلها، نهتدي بهديه، نسير على نهجه، نؤسس أخلاقه الكريمة، نجعلها واقعا حياً.